اوكي شكلي مش هبدأ استلم ماينكرافت. فا اوكي عادي يعني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا احمد او ايجي كرافت. النهارده جبت لكم فيديو جديد. فيديو ده هيتكلم على افضل 3 شادرز لماينكرافت، وهحط لكم ان شاء الله رابط الـ3 في الديسكريبشن، وان شاء الله نشوف ازاي نركبهم ونخش على جوجل كروم. هوريكم الطريقة بتاعة التحميل. هتروح على تكتب ماك بي دي ال ماينكرافت بوكت اديشن دي ال ماك بي دي ال، تكتب اوكي. هتلاقي اول واحد دوس عليه، دوس على الـ3 شرط اللي فوق على اليمين دولت. اوكي دوس عليهم. بس لسه عندي بس يحمل يحمل بيحمل. دوس عليهم وتنزل تحت خالص. اخر حاجة دوس على اخر حاجة شادرز. اوكي دوس عليها، هتلاقي في حاجة اسمها ماك بي دي ال دوت كوم. تخش على شادرز، يلا اهو ماك بي دي ال دوت كوم. كده بدأنا، كده جبنا الشادرز. هقول لكم اني افضل 3 بالنسبة لي. هو ده اول واحد اللي هو اللي هنا ده بي ال بي اي شادرز. ده شادرز خرافي 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 يعني لدرجة كبيرة. ده اللي انا عملت لعبت بيه في الفيديو اللي فات، لعبت بيه بيدوارس. اهو شكل المية وشكل الشمس. اوكي لو مش عايز تجيب من اللي في الديسكريبشن هتيجي هنا ماشي، وتدوس على داونلود ريسورس باك. بس كده، دي كل حاجة سهلة يعني. اوكي بعد ما تعمل له انستول وهوريك ازاي تعمله يعني. اوكي ده كان اول واحد، وهوريكم الاتنين الباقيين. كان هو ده بي ال بي اي شادرز، هوريكم الباقيين. اهو هو ده اس اي يو اس شادرز. هتخش عنده هقول لكم اني واحد يعني اني واحد منهم في 3 تجيبوهم، لكم اني واحد منهم. هو بصراحة رائع رائع بس مش قوي يعني زي الاول يعني. هتدوسوا على شادرز ميديم باك ولا شادرز لو، دوس على نمبر 2 دي. اوكي لكن ما تجيبوش الترا. لو عندكم اجهزة لو معاك جهاز قوي جدا يعني S6 S7 الاجهزة القوية دي تقدر تنزل الالترا، وهوريكم برضو طريقة التركيب كلهم. هي يعني ماشي زي ما انت عايز يعني نزل. بس انا بالنسبة لي الميديم افضل يعني عشان جهازي يقدر يشغله. وصور لي اهي مود تكتشر باك رائع. واللي بعده هوريهولكوا اسمه انرجي. اهو انرجي شادرز ده هوريكوا ايه ميزة في كل واحد. اوكي اهو هتنزلوا هنا، تنزلوا تحت شوية هتنزل في داونلود وان اوف ذا فولوينج، في نورمال وفي بيزك ريكومندد فور اندرويد. لو البيزك تختاروا البيزك، مفيش نورمال ده ما تختاروش نورمال، ما ينفعش لان ده بتاع ويندوز 10. بس انا مش عارف انهي الافضل النورمال ولا البيزك. بس بتهيألي نورمال افضل حاجة، نورمال افضل حاجة يعني ويندوز 10. في اندرويد كمان، تعالوا ننزل النورمال ونحطه كمان. اوكي لما تيجوا تنزلوا هيجيب كلكم كده، تيجوا تنزلوا اي واحد يعني. افتح لكم اد فلاي دوت، استنى شويه على ما يحمل. اهو هيجيب لنا كده لما يحمل، وهيجيب لنا فوق على اليمين بليز ويت زي ما هو مكتوب كده. بعد ما يخلص بعد 5 ثواني هيبدأ يعد كمان شوية لما يخلص تحميل برضو.
احتمال دلوقتي يبدأ يعد اهو. بليز ويت 4 5 4 3 2 1. دوس على سكيب اد، سكيب اد، وتدوس على كليك ذيس لينك اللي هي تحت دي دي دي. اوكي، تعملوا له داونلود. واو، ده اكبر واحد شفته في حياتي. 1 ميجا، 1 ميجا ونص. ده يا جماعة ده شكله هيبقى حاجة خرافية، وممكن كمان ما يشتغلش. فانا ما جربتوش قبل كده النورمال ده، مش عارف هو ايه بالظبط، الاجهزة القوية ولا الاجهزة ضعيفة ولا الأجهزة المعقولة. بس أظن إن ده اللي هو الأفضل ما بينهم، ما بين البيزك والنورمال. الأفضل بين البيزك والنورمال والستاندرد. عملوا بوز ورسم. يمكن يكون في حاجة تانية. مش بيداونلود ليه؟ اوكي، يعني بعد ما يعمل داونلود، مش بس من هنا، نرجع من الفلاي. احنا كده عند ماك بي دي ال اهو، بس مش عارف في ايه. ومستني ده بينزل 1 ميجا بس، يعني المفروض يبقى سريع. هو بينزل اهو، المفروض يبقى يسرع يعني، بس مش عارف في ايه. اوكي، وده هو الاخير التالت اللي هو الانرجي شيدرز دوت. ده هو الاخير بالنسبه لي الافضل، اللي هو الشيدرز بتاع الانرجي شيدرز دول، افضل ثلاثة يعني. اوكي، هوريكم بقى بعد ما تنزلوها، بعد ما تنزلوهم يعني ازاي تركبوهم. بس في مشكلة بس مع ده، مش عارف ايه هي المشكلة مع الداونلود. كان حد يعني بيأكل النت، حد يأكل النت. زي ما انتم شايفين اديني نزلت اهو كتير من اللي هما شادرز عشان اعمل لكم الفيديو ده، وجمعت منهم افضل الثلاثة اللي هو ده الانرجي والستاندرد دوت، واللي هو والبي ال بي اي شادرز ده، نزلتهم. هما الثلاثة دول بالنسبة لي هما الأفضل. فأنا ممكن أعمل الحل دوت الإنرجي، إنرجي هو الإنرجي. ممكن أبقى أعمل الإنرجي شادرز دوت حلقة تانية مخصوص لوحده. فهستعرض لكم النهاردة اللي هو الستاندرد دوت وده. اوكي، عشان دوت ما اعرفش اعمل بوز يعني للفيديو، ما جربتش اعمل له بوز، مفيش امكانية عندي يعني في البرنامج انه يعمل بوز. فاشرح له كل اتنين منهم بس، والتالت ابقى اعمل له حلقة. اعمل له فيديو لوحده ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو اعملوا دوسوا لايك، ولو عايزين تشوفوا كل جديد دوسوا سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس اللي جنب سبسكرايب. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. استنوا بقى اوريكم كل حاجه، بس مش هوريكم الا انرجي عشان اعمل له فيديو لوحده، عشان يبقى مفاجاه. جلوبال ريسورسز، شيل انرجي وشيل اس اي مش عارف ايه دوت، بي ال بي اي. اعمل ده فيديو، مش هعمله فيديو يعني، اشرحه لكم دلوقتي. بلاي، نخش مثلا ماي وول دوت. طبعا اللي هو التكتشر باك دوت او الشادرز ده بيجيب لك السكن بتاعك تحت على اليمين مكان السكن بتاعي ده. فدي ميزة يعني فيه. ده مثلا تيجي تفتح دور بيوريك السكن بتاعك. شايفين المطر لونها ابيض، المطر لونها ابيض، صح؟ المطر لونها ابيض، بس لما تنزل تلاقي لونها ابيض.
اكمل شرح يعني. الشمس بتطلع مش بتنزل يا جماعة، المفروض عملت تايم سيت نايت يعني الشمس تنزل مش تطلع. اوه في شمسين، فهمت، ده القمر اللي هناك، ده القمر ودي الشمس اللي نزلت دي، الشمس بتنور اصفر وده بينور ابيض. اوكي ادينا عرفنا حاجة جديدة. وهو بصوا يبقى شكله عامل ازاي، القمر شكله خرافي يعني. بصوا ده بيبقى شكله عامل ازاي، تورشو تورشو بحاله برتقالي كده، هوريكم اهو. حاجة خيالية يعني، نشوف اللافا ونروح النيزر، نروح النيزر، يلا على النيزر نشوف النيزر، نعمل بوابة أكبر سنة. تحكم بالسبليت كنترول صعب شوية، يبقى الأسهل إني أعمل كده. نشغلها البوابة، بوابة أكبر من العادية شكلها أفضل. أوه شوف النذر، شوف هو شو اسمه ده، مش فاكر اسمه ايه، اللي هو اللي هو شوف النذر عامل ازاي، نذر مدهش. شوف الماجما كيوب، ماجما كيوب طلع لهم كيو كتير، مشكلة انهم لما يقعوا في اللافا وما يحصلش فيهم حاجة. بيعرفوش يخرجوا، شكل في حاجة تانية هناك، كان في دخان دلوقتي صح؟ انا لسه شايف دخان صح؟ زومبي بيج مان. في صوت جست، وكده نبقى خلصنا شجرة اللي اسمه مش فاكر كان اسمه ايه ده. نقفل الدور ونغير الشادرز، نجيب التاني زمان ده نزل يا اي لسه 19% يا على البط. دلوقتي اجيب لكم شادر تاني لو اس يو اس دوت. اوكي لما نقفل هنك شوية كده الساعة كام؟ الساعة كام دلوقتي؟ شوف الساعة كام لما الساعة 6:06، انا اساسا من ساعة ما اتسحرت ما نمتش. ويلا نخش على نفس العالم،
اوكي دلوقتي زي ما انتم شايفين الضلمة مش زي اللي قبل كده، بس روعة برضو. ده شوف اللابا، واو تقدروا تشوفوا اللي تحتها. شوفوا ال فاكر اسمه ايه اللام ده، هو معلومة على الماينكرافت ما تقدرش تحط تورش على اللامب ده، معلومة جديدة هي أول مرة أعرفها. اوكي وتعالوا نرجع البيت، نلعب بأسهل طريقة ممكنة. واو شايفين البوابة شكلها عامل ازاي، شكلها عامل ازاي، شكلها عامل ازاي. فين؟ واو ده جابنا في حتة غريبة. واو بس انا ما عملتش بومبا. واو شوفوا المية حاجة مدهشة، بس فين القمر؟ القمر زي ما هو عادي، والشمس بس متغيرة. مية مدهشة، النار دي هتطفي دلوقتي. اوكي عايزين نروح اي حتة فيها ارض. مين يا اخيرا خلص شحن، ياخد الحرية بقى، مبقاش لازق في شاحن. اوه اخيرا هنا مثلا كويس، نعمل هنا سلاش تايم ست. بس مش عارف اللعبة فيها لك كده تهنيك شوية. انا اسف لو الفيديو ده طويل يعني او طول عليكم، شايفين ليا ظل في شادرس الباقية، مفيش ليا اي ظل. شادرس رائع، نص الشمس والسحاب والظل. هذا نشري الظل ده، بيشيل الظل. لا مبيشيلش الظل، ده ما بيتشال بس بيقل، بس يعني كده يزيد يقل الضرر بس. زي ما انتم شايفين مود الشيدرز دوت رائع، وان شاء الله الفيديو الجاي هتكلم على الشيدرز اللي بنزله دلوقتي ده، اللي هو انرجي شيدرز. شكله هيبقى رهيب رهيب رهيب، فان شاء الله. ونسيت اقول لكم على المتر كمان، شايف المتر بيضة، المتر قريب، المتر خرافي. ممكن أحمد أو إيجي بس،
شاء الله يكون في بعض القنوات الجديدة في القناة والسبسكرايب على جنب الفيديو الجديد وتعالى زر الجرس بس يوصلكم كل جديد مني. معكم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.